مشاهدينا، وللحديث عن استمرار الأزمة السياسية في اليمن وفشل البعثة الأممية بالتوصل إلى حل لتثبيت الهدنة، معنا من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، وصبحتم بالخير. مساء مساءك خير. لماذا فشلت مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ مع زعماء ميليشيا الحوثي؟ المباحثات انتهت دون إعلان نتائج، هل كان متوقع العكس؟ لم توجد أي جديد، ولم نتوقع أن يتم التوصل إلى أي نتائج، لأن هناك خلل موضوعي وخلل واضح. يعني ليس هنالك أي أسس للذهاب نحو تسوية. كل ما في الأمر أن وقعت هدنة بين دول التحالف والحوثيين، والحوثيين قبلوا ذلك باعتبار لأنهم يعتقدون أن وهذه هدنة مرتبطة بما يحدث من حوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعتقدون أن الحوار ينبغي أن يكون بين المملكة العربية السعودية والإمارات والحوثيين باعتبارهم الحكومة والدولة والحكومة الوطنية في البلد. الحديث عن الأمم المتحدة حاولت أن توجد واقع يحتفظ بكل الأطراف، ولهذا هي هناك كارثة. الكارثة الأولى أنهم فتحوا مطار صنعاء وميناء الحديدة دون ربط ذلك بمدينة تعز. اثنين الحوثيين، وهذا في غاية الأهمية، هذا أيضا فتح طرق لأسباب إنسانية أو بعض التحرك لا يعني أن الحوثيين سينسحبون من المدينة، وبالتالي هذه كارثة أخرى، بمعنى أن الحوثيين سيعودوا التموضع حول المدينة، ومن هنا يصبح الحديث عن الانسحاب من صنعاء، تسليم السلاح للدولة، هذا كلها أصبح لا علاقة له بالواقع. ومن هنا الحوثيين استفادوا من هذا التحرك الدولي، بحيث أنهم عادوا التقاط الأنفاس، قاموا بتحسين مواقعهم العسكرية، ولكن من الواقع أن الحوثيين لم يذهبوا بعيدا، لأن الآن هم الطرف الأقوى بفعل هذا التواطؤ الدولي مع الحوثيين، هم الطرف الأقوى نظرا لأن السلطة الشرعية تم إضعافها. نعم. وما زالت بحاجة إلى وقت للتماسك والتناغم وتوحيد الأهداف والاستراتيجية الوطنية. مدينة تعز تعاني، الدولة اليمنية عبارة عن قطع جغرافية منفصلة مشتتة، والحوثيين يدركون ذلك، ويدركون أنهم الآن يسيطرون بقوة السلاح وبالترعيب وبإحداث كثير من التحولات. وتحدثتم قبل قليل عن الاستيلاء. نعم، في صنعاء على المنازل. نعم. هذا يندرج مع خلق طبقة اقتصادية متفوقة، بمعنى فتحوا مشاريع ومؤسسات مالية واستولوا على المال العام، بحيث يصبحوا ليس فقط قوة عسكرية وسياسية، بل أيضا قوة اقتصادية توظف وتشغل وتسيطر على ما يسمى بالعقارات داخل صنعاء وخارجها. هذا مشروع متكامل، إضافة إلى مشروع آخر يتمثل بتغيير ذاكرة النشأ، من حيث تغيير رموز الوطنية، تغيير مسوغات الحكم. كل هذه العمليات تتم خلال 7 سنوات. الحوثيين عندما يذهبون إلى السلام، هم يعتقدون أن هذه خسارة، هم يبحثون عن حوار مع التحالف باعتبارهم دولة وحكومة، وهناك عدوان خارجي، وبالتالي لن يفتحوا الطريق لأبناء تعز، باعتبار لأنه نوع من الذكاء أيضا ومن التوظيف الإعلامي، بمعنى أنه أختزل هم قبل عامين أو قبل عام تقريبا كان الحديث عن استهداف مأرب، وتحدث المجتمع الدولي عن مأرب، وطال وكنسينا الانقلاب ونسوا الشعب اليمني والحالة الإنسانية، وكان الهدف هو عدم استهداف مأرب. الآن نفس الوضع، التركيز هناك انتهاكات، وهم استفادوا من مطار صنعاء ومن الموارد المالية من ميناء الحديدة وانتهاكات حقوق الإنسان، وكأن ما يحدث في اليمن فقط هو فتح معابر إنسانية لمدينة تعز مع بقاء جيشهم ومع هنا ذكرت نقطة، أن الحوثيين في الهدنة يعيدون ترتيب أوراقهم وتموضعهم، لماذا أصلا يتم إقرار الهدنة من قبل الأمم المتحدة وتوافق عليها الحكومة الشرعية ويستفيد بالتالي منها الحوثي ويخرق كل بنود الهدنة؟
كان هناك كثير من المفاوضات منذ انطلاق الجولات المفاوضات، هناك ثلاث مطالب رئيسية لدى الحوثيين، اللي هي إنهاء شرعية عبد الرب منصور ونائبه، وبالتالي هم بحاجة إلى سلطة جديدة حتى يتفاوضوا معها، وبالتالي تم تحقيق الطرف هذا من خلال المجلس الرئاسي الجمعي. ثم فتح مطار صنعاء، فتحوا مطار صنعاء، ثم ميناء الحديدة، فتحوا ميناء الحديدة. هم يحققون مكاسب دون تقديم تنازلات، علما أنهم يفصلون فصلا قاطعا بين التبادل الأسرى أو تعامل مع الاستفادة من التدفقات المساعدات، وبين السياسي والعسكري. وبالتالي يعني الذي هم كان، والمجتمع الأوروبي أدخل السلطة في هدنة، بمعنى أن هدنة ثم هدنة، بحيث الحوثيين يعيدوا الانتشار حول تعز، الشعب اليمني سيدخلون بعض تحسين مستوى، المزيد من المجال للحوثيين، نبعا لأنه النموذج العراقي يهيمن على الرؤية في المنطقة، بمعنى أن يعني يكون المجتمع غير متناغم ومقسم. والآن لدينا نماذج يعني الأوروبي الأمريكان يشاهدوها ويريدون تعميمها. اليمن لديها نموذج، النموذج العراقي من حيث الثنائيات العقائدية، ولدينا النموذج الليبي من حيث تقسيم الأقاليم. وبالتالي هم يريدون اليمن ضعيف هش بحيث تصبح هذه الدول الإقليمية القدرة على التدخل. ثانياً، يدرك الخليجيين متأخر أنهم عندما تركوا العراق، تركوها، أصبحت مجالا إيرانيا، وبالآن يحاولوا أن يعيدوا العراق إلى الساحة بعد فوات الأوان. تركوا لبنان حتى تحول حزب الله إلى دولة تدير المؤسسات. تركوا سوريا. الآن اليمن الحوثي، الإيران تعتبر الحوثيين وما يهيمنون عليه جزء من الجغرافيا الإيرانية، بالتالي يتحركون بشكل متأخر، لديهم استراتيجيات يعني متأخرة. اليمن العمق الاستراتيجي الذي ينبغي الحفاظ عليه، وأن هذا العمق الاستراتيجي العربي وتحديدا بقاء الحوثيين ليس هدفا غربيا فقط في إطار الثنائيات العقائدية والمناطقية، بل هدفا لاستنزاف المنطقة وبقاء القواعد العسكرية وترتيب الناتو السني، لأن الآن هناك تحرك لمواجهة إيران. هذا التحرك لمواجهة إيران ليس لأن إيران هي تشكل خطر وهي دمرت سيادتنا وتدخلت في شؤوننا، لكن فقط لترتيب تطبيع مع إسرائيل، وهذا ما يتسرب حول القبة الإسرائيلية وانتشارها في المنطقة، وبحيث أننا نشكل الناتو السني، يعني ندمر مجتمعاتنا، وهم يحافظون على الحوثيين بحيث يصبح لدينا مبررات موضوعية. هنا خطر يعني، بينما بالإمكان اقتلاع الحوثيين وبالإمكان رفع الحصار عن تعز، هناك 28 ألف جندي نظامي وهناك مقاومة وطنية. طيب بحاجة إلى بعض التغذية العسكرية. نعم، في هذا الإطار، وأنت تتهم، حضرتك تتهم الغرب، يعني إلى أي مدى تتحمل؟ الغرب أتهم دول، أتهم ليس الغرب، الدول الإقليم كلها مشاركة بما يحدث في اليمن. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، إلى أي مدى تتحمل فشل المسار الأممي للحل في اليمن؟ هل يتناسب التعاطي الأمريكي إدارة بايدن مع الملف اليمني مع حجم المعاناة والأزمة السياسية وانعكاساتها على المواطن اليوم؟ إذا كان المجتمعات العربية، هذه المضخمة بالنفط والغاز والثروات والمواقع، هتصبح ضعيفة وليس قادرة على بناء دولة وطنية موحدة ومتماسكة، وبالتالي يصبح الحديث عن أي وحدة عربية أو إسلامية أو توكتل اقتصادي عربي أو إسلامي عربي أو أفريقي أسوي ضعيف الاحتمال. هذا يخدم المصالح الغرب. وإذا كانت دول الإقليم، إيران وبقية الدول، متكفلة بإضعاف هذه البلدان من خلال نقل معاركها إلى جغرافيات عربية وبلدان عربية، فالولايات المتحدة الأمريكية ستأتي تطفي الحرائق وتدير التسويات وتأخذ كل النصيب. بالتالي نحن بأموالنا وبعدم إدراكنا للخطر الأمن الاستراتيجي، حتى الغذائي الآن، حتى الغذائي الآن ما يحدث في أوكرانيا، يعني ألم نكن نتحدث منذ فترة طويلة عن ضرورة أن يتم هنالك مشاريع للأمن الغذائي والأمن من التطرف الإرهاب والأمن الاقتصادي والأمن السيبراني؟ نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب استراتيجيتنا العربية في المنطقة. شكرا لك الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، شكرا لوجودك معنا.